everyone. هلا انا حموشي. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد واليوم راح نلعب دريسو بريس. انا حموشي فصراحة راح نلعب كلش متحمسة والثيم هو جيرلي. او ماي جاد حموشي تولد. شنو؟ يعني كنا نسوي ملابس تبع بنات كلش. وي او ماي جاد نسوي شنو؟ عشان اروح بنت؟ مو مشكلة عادي تحط شخصية بنت. المهم سوي شيء انت تشوفه جيرلي، مثلا شوف انه هيك لبس يلوق البنات يخليها جيرلي، عرفت ايش؟ سو جربوا، انا راح اجربها ما اسوي، انا بعد بنت اعرف شو اسوي بالضبط. سو خليني اشوف حموشي شلون يشوف الملابس اللي تلوق للبنات. اوكي ليتس جو. صراحة حبيت فكرة الثيم. اوكي سو ايش راح اختار؟ هذه الفيونكة صراحة كلش احبها وراح اخليها بالتايب الثالث، وهمات هسه راح اصبغ بهذا اللون ثاني. والملابس حموشي طبعا ما ينتهين كلهن، هو لعب كم مرة هذا. اوكي او ماي جاد جايز الثيم جيرلي يعني او ماي جاد. اوكي فهسه خلونا يعني ما صار الا هسه من حموشي يلعب وياي. اوكي سو هسه خلونا نختار الشعر. ليتس جو. شاخذ والله حيرة لا اختار بسرعه. ماشي لبا ما محمله عندي، يعني ما اشوف الالوان الملابس. اوكي طبعا هذا كلر يراد لي اسوي له سيف، فخل اسوي له سيف. اوكي اوه هاي حلوه. اوكي كملت طبعا. حاليا لا كذا ما كملت. اوكي فيرادنا بعد جايز شنو احط لها احتمال في الدريس او فشي دريس اتوقع حلو لو. المشكله هي كلها راح تسوي دريس، فالمشكله مو مشكله حسوي انا همات. شوفوا خلنا نروح الون بشرتي. تعرف المكان صح؟ ايه عارفه عارفه. خوش يلا هسه خلونا نكمل جايز. هنا راح احط شويه اشياء ورديه، قصدي ابيض. ويت هذا الحلق ما تحتاج احطه. او اوكي هذا ايش هيك صبغ لي وردي؟ ثواني جايز هذا يب هذا. اوكي فهسه بعد ما شنو نختار؟ راح اختار هذا الدريس حتى يعطي شويه النفس للفستان. هذا حلو جايز حبيته الصراحه. ثواني 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 ارجع لهذا. خل استخدم هذا جايز احسه راح يطلع حلو. اوه لقيت شعر اسطوري جايز ما مبين. اوكي حموشي اللي قال شعر اسطوري. اوكي الصراحة متحمسة تشوف ستايل حموشي شلون راح يطلع. اتمنى يطلع فد شي حلو وتسوي شي نايس. حلو حلو جيمي ما اعرف بس صراحة حلوة. اوكي جايز هذا راح اشيله واتوقع انه جست هيك راح اسويه، يعني اوكي something girly you know. طبعا انا صراحة سويتها بيلي ايليش والله سويتها شعر الجلوس وقت يا وخر واحد وخر واحد. لا عادي خلي بيلي ايليش. وي تقدر توخر اي وات؟ اتوقع هو اول واحد حطيته الاخضر؟ اوه شفت يا شفت. اوكي هسه شنو احنا حطينا؟ لحظه ثواني جايز هذا لا غلط. اريد احط شو اسمه وات ذا هيل. هذه تسوي كوبي جايز، هذا تقلدني. او ماي جاد او ماي جاد هذه جايز تقلد يا قلوده. اما انت شحتوا يا جتي روحي منا روحي روحي يلا باي باي روحي. قلدني اطيش صفر والله ما اطيش اي تقييم اصلا. ما حد يقلدني على الملابس اللي اخذتها خوف ولا حلوه اصلا ما يلا مشكله ماشي بس المهم المنظر يعني مو الجمال. ايوه صحيح منظر الجمال. اوكي فهسه بعد شحط يا استواري والله ما اعرف جايز ما حد يتنمر. اوكي وين الجنطة يا اخي وين الجنطة؟ اما ما تعرف مكان الجنط؟ والله ما اعرف ولا شيء. او ماي جاد كيف ادليك؟ لحظة لحظة بس خل اخلص هذه. من زمان لعبتها اصلا بعد ما لعبتها مرة ثانية فنسيت كل شيء. وينك وينك؟ انا ما اريد اشوف الستايل مالتك اصلا. انت دور انت دبر حالك انت دبر حالك انت دبر حالك. انا ما اريد اشوف ستايلك اريد انصدم بيه. سوي النو يعني. اوكي فالجنطة راح اخلي هذه. لا ثواني خربت اللون جايز خربت اللون. ويت اكتبوا تعليقات رايكم ب something girly حبيت. او ماي جاد جايز ام ان لوف وذ ذيس اوتفيت. ولكن هذا اول صراحه يعني هو جيرلي بس حلو. لا ما حبيته صراحه. لا حلو بس والله. او ماي جاد بحب الصوت. لا بس ما حبيته. في عيب جايز بحب الصوت. حبيت بس ما حبيته. لا عم تخسر والله 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 والله
أجنن guys أنا وأني قريتي قريتي تقول الله بس ما عجب ماي أنا يجي دعوتي أنا نفسي مظلومة نفسي والله أجنن أنت تقول شنو جمال الله الله جنن guys ما حبيتها هذا حموشي وأنا قريت هذا مو هاي زو ولا حفا لا ولا كذا بجيب طيك ثلاثة لا 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 مو طيب خمسة طيب خمسة يا رب كذا الحين أنا موجود بس كذا كذا عادي ما بس تقول أنا أحسن guys oh god هذا شو هذا كوبي هذا كوبي هذا بيجي بني شو أنا تنسى والله ما أطيج قلني قلني قاعد زاي ونحط وساعة ما تحط أشيك والله شوف تحب النار نفسه روح من النار روح ترى خمسة أوكي فهذا بعشرين ورد نعم أوكي هذا حلو ليش ما حطوا مجهي هذا مجهي ما أدري أوكي حلو صراحة حطيت ثلاثة يعني بيه بيه Okay guys, صراحة يعني You're joking right? Oh my god. Oh my god. I can't believe that guys. حافي والله حافي. Oh my god. مطيني جسد 11 يا ظالمين. والله العرب ما يصوتون على الأقل واحد قطو. كيف تريدون تفوزوا انتم ما تصوتون اصلا؟ مطيني 12 شلون؟ والله تجنن guys. والله شنو؟ والله هاي والله الظلم والله هذا مقيمني ودي اصور جايز الصراحة يعني صدق صدق جميلة شيل كل الملابس اوكي هسه هذا ال او ماي جاد الثيم فيفورت سينجر يعني المغني المفضل فاذا كان الولد ما اعرف اصلا بيلي ايليش انا حسوي بيلي ايليش ولا هي صراحة صراحة يعني مو مفضلة عندي بس اتس اوكي ما اعرف مغنيين اصلا يعني اكثر من هاي مثلا سوي امينيم 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 اقرع لا مو اقرع اوكي راح اسوي بيلي ايليش شوفوا راح اسوي هذا خصلتي تكون باخضر ها اكثر شيء احس صدق يعني بيلي ايليش شطي طبعا بيلي ايليش بس صراحه امينيم لو اعيفها بلا بلا وجه احسن وجوه الولد غريبه عجيبه Oh my god guys صرت بيلي ايليش والله جنن نايس هما شنو احط لها وجه هي وجه بيلي ايليش عيونها زرق وعيونها ناعسه سو اتوقع يعني ممكن هالشيء هذا مو ناعس جايز هذا تبشرت جايز هذا مو ناعس ثواني ما اعرف راح احط هذا حاليا في الوقت الحالي بنات الولد هاي دخلت الاولاد احس طبعا بيلي ايليش اكثر احيانا تلبس اشياء مثل هودي اتوقع ما ادري راح اسوي اي شيء المهم الشعر مضبوط هنا انا مثلا اخليه ازرق جايز ما عليكم من الترتيب والله لا تركزون لانه حرفيا يعني الستايل ما ادري شلونه لحظه بيلي ايليش ثواني بيلي ايليش خل اشوف ولو ستايل واحد شوف انا كتبت بيلي ايليش كتبت بيلي اسود هسه بحثت ولقيت الصوره نايس والله نفسه جايز شيء رهيب وشويه هنا رصاصي ثواني اوكي واو نايس هما شنو بعد عندها اظافرها تكون كذا طوال خضر الاظافر ما تتلون ثواني اخلي هذا اللون او يس لا نو 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 حرامات خربطت فيه ثواني جايز ثواني هيك واغمق اللون وجه بدون هذا الخط اللي يم العيون والبن مو مشكله تجرب حط اي شيء هسه المهم تكمل عندها شلون ثواني اريد صوره كامله فهسه بيلي ايليش هنا بهذه الصوره لابسه يعني كذا هيك اوكي ف اوكي بصراحه لقيت سوي الوجه المناسب اوكي نايس وهذا بس الرطه هذه براسها وينها والله ما ادري اكو مكان مع قبعات جايز تحط بيلي ايليش حذاء رياضي كذا يعني سو راح اسويه نفس ما تشوفون هو هذا الحذاء فراح نصبغه اكو قبعه كامله للاولاد شلون يعني قبعة كاملة مو إيه هذه قبعة بس صلعة تطلع أكو هنا أنا هاي خانة أنا هسه ملابسي بيلي ايليش تعال وينك وين هاي أنا هنا أكو هيجي قبعات إذا تستخدم أوه ماي جاد الوقت أصلا يكفي ويت راح يخلص راح يخلص أنا بصراحة تمام كلش تمام فيري تمام 1 مليون تمام ما مبين القلادة اللي سويتها جايز أوه ماي جاد فما أدري يعني سويت هسه بيلي ايليش بس بصراحة بيلي ايليش دبل والله يعني ما ادري احس ان شلونه انت اكثر من بيلي ايليش اما كلهم صاروا يحبون بيلي ايليش فجاه هي ليش يقلدون او ماي جاد جايز حرفيا ايش قد اكره هيك ناس مايك
انا كمان بس انت مو تمسوا يعني تعطيني خمس حب مو شيء هاي عارفين عارفين والله جميل جميل جميل. شو شعري عمي ضبطته مثلا خلينا نستخدم الجيكي باكي بقى عمي حفلة يا سلام بابا بس حبيت اوكي انا عايز اشوف ليه بعده هم طيبين ما تاكلين عاد اتمنى يطيبون حبيت خلاص احنا خلينا نصوت عدل صوت عدل اوكي صوت عدل صوت يعني مو تروحون تقولون انا راح تخلص هاي جنن وبنخلي ما تعيش يا عيب اوكي انا قاعد هذه البنت لسه ما غيرت بس لسه ما غيرت ما غيرت يا عاد مو غيرت هاي طب شويه طلعت The winners are let's go! Yes! أنا أخذت المركز الثالث. That's good. Nice. نفس المستوى. عبرت. شلون برتقالة آيليش فازت؟ Oh my god guys مطيني 12 أما اللي فازت هما 12. يلا وينكم وتقولوا لي طيب يلا وينكم وطوا التقييم الصحيح. وبس هذا كل شيء بالفيديو شكرا لكم ساعتها تيانا. حطوا لايك واشتركوا في القناة وبس مع السلامة.